مستني حاجة يابا؟ مستني حاجة؟ لا يا ابني مش مستني حاجة. طيب يلا اتكل على الله من هنا، مش عايزين كلام من حد. حاضر، بس ما لاقيش مع حضرتك تليفون اعمل مكالمة. عندك الراجل واقف على الناصية، روح اتكلم زي ما انت عايز. اسحب. الو الو، ايوه اسر، انا خرجت يا حبيبي بكلمك من بره. الو الو، تقريبا المكالمه قطعت. وريني كده المكالمه اتحسبت يا عم الحاج. طب اطلبها لي تاني الله يخليك. طب اشوف نص جنيه تمن المكالمه الاولانيه. الاول اتفضل اتفضل اتفضل. ايه ده، الفلوس دي انتهت من زمان، دلوقتي بقت فضة. أيوة، أنا الفلوس دي في جيبي بقالها 15 سنة بصراحة، ما محيش غيرها. يعني ما غسلتش بنطلونك بقالك 15 سنة؟ ظروف يا ابني، ظروف. ظروف؟ أمري لله، أروح أغيرهم من الميت والأنفاق، بس الجنيه بنص ياكل؟ ياكل ياكل، بس اطلبها لي تاني الله لا يسيئك. اوعى تكونوا فاكرين ان دور المذيع او الاعلامي او الصحفي انه يلبس فورمال او تعمل شعرها وتطلع على الناس تلعب في دماغه لصالح اللي يدفع لهم اكتر. الاعلامي اللي يتخلى عن ضميره زي الجندي اللي يخون وطنه، بيخرب المجتمع. ضميرك لو ما حكمتوش في كل تفصيله في حياتك ما تستحقش تعيش اصلا. دعاء، بتضحكي على ايه؟ اصل الاعلامي اللي عنده ضمير ده يا دكتوره فريده اللي حضرتك بتتكلمي عليه، لو ما اتكلمش لصالح اللي بيدفع له مرتبه كل اول شهر هيقعد في بيتهم. يعني انت لو قدامك خيارين، انك تحافظي على ضميرك وتقعدي في البيت او انك تبيعي ضميرك، هتعملي ايه؟ انا شخصيا يعني؟ اه انت ماليش في قعده البيت. بص يا دعاء، كل المكالمات دي، ما انا مكلماك الصبح وقايله لك ان انا عندي محاضره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك خرج من السجن واتصل بيا. وبعدين يا ياسر اخلص. مفيش، اول مره اتخضيت وقفلت السكه في وشه وفضل كل خمس دقايق يكلمني من نمره مختلفه، وانا طبعا كان عندي شغل مهم كان لازم ارد. وبعدين يا ياسر رديت صح؟ يعني انت بتكلمني دلوقتي عشان تقول لي انك رديت؟ ايوه يا فريده رديت، وهقابله كمان شويه. انت اكيد اتجننت. يعني كنت هقول له ايه يعني يا فريده؟ ما تقولوش حاجة، أنا هسبقك على المكتب تجيبه وتجيني وأنا اللي هقوله. هتقولي له إيه؟ هقوله إن الميتين ما بترجع لهمش الروح تاني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وده مكتبك يا أسر يا ابني، ربنا يزيد ويبارك يا رب، ربنا يزيد ويبارك. مش عارف، حاسس زي ما يكون ربنا بيجبرني فيكم. ازيك يا فريد؟ مش عليا ليه؟ طبعا عارف ان انتوا زعلانين مني، بس انا 15 سنه محبوس بين اربع حيطان، مفيش اي حاجه شغلاني غيركم انتوا. شيخت وعمري جري، انا بدعي ربنا دعوه واحده بس، انكم تكونوا عرفتوا الحقيقه. انت ما شختش ولا شبت في ال 15 سنة اللي استجنت فيهم دول. بجد؟ انت مت. امسك. دول فلوس؟
اعتبرهم تنازل مننا عن علاقتنا بيك. بابا فريد ما تقصدش، حضرتك مش عارف دلوقتي احنا وضعنا بقى ايه. هي بقت دكتورة كبيرة في الجامعة وبتدرس للطلاب في كل حتة في العالم، وانا كمان بقيت محامي كبير، يعني لينا اسمنا وسمعتنا. ما شاء الله ما شاء الله. احنا من ساعة ما دخلنا الجامعة انا وآسر واي حد بيسألنا عنك بنقول موت. بس آسر انت اخر مرة زرتني فيها من 5 سنين كانش الكلام ده موجود. حد اديتني رقم تليفونك واتصل بيا. صح يا آسر صح يا حبيبي، كنا مضطرين. حضرتك عارف الناس وكلامهم. اسمعني، انت من 15 سنة دمرت لنا حياتنا، وانا مش هسمح لك ترجع دلوقتي وتدمرها لنا تاني. امسك الفلوس دي اعمل بيها اي حاجة، اصرف على نفسك، لكن انسانا خالص، شلنا من دماغك. احنا اعتبرناك مت، وانت كمان اعتبرنا متنا ودفنتنا بايديك. الشر الشر عليكم يا حبيبتي، بعد الشر. عيسى قابل عيسى اللبان. عيسى اللبان حاف كده اسم المعلم عيسى اللبان. طب يا باشا معاك سلام. سلام يا باشا، لازم تاخد منه ميعاد، ما هي مش سايبه. يا عيسى يا عيسى ايه يابا رايح فين؟ هي سكه رايح فين؟ مين صبري اليوم؟ تعالى تعالى سيبه، هذا كاوتشه سيبه. تعالى اوعى يا كاوتشه. عيسى صبري اليوم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. فينك يا راجل؟ وحشني من زمان. شح تعال الفض. تعال الحمد لله وشكر الله، اللهم دي بها نعمة محفظها من الزوال يا رب. يا راجل كل كل ما أول أكلة تيجي على الأسفلت تبقى ضعيفة كده. أكل إيه؟ خلاص أنا معدتي ما بقتش تستحمل. يظهر والله أعلم إن الواحد معدته تعودت على الأكل اللي كان بياكله جوه. كفارة يا صبري، ده أنت هناك كنت بتعمل لنا أحلى أكل. عجزت ولا ايه؟ ولا ال7 سنين اللي انا فوتك فيهم لوحدك عجزوك؟ والله عيسى يا ريت الواحد كان مات جوه. وحد الله ما تقولش كده يا راجل. على قولك هيفيد بايه الكلام؟ المهم انا قصدك في خدمه عيسى. رقبتي لا ليا متوى ولا عندي شغلانة ولا صاحب ولا قريب ولا حبيب. الله، أمال أولادك اللي كنت بتحكي لنا عنهم ليل نهار راحوا فين؟ دفنوني يا عيسى، دفنوني وخدوا عزاية. أنا مش قلت لك ما تطلعش العربية المرسيدس عشان لازماني؟ إيه ده؟ أنت معاك ضيوف يا حاج؟ تعالى يا هيثم، ده عمك صبري الراجل الجدع اللي أنا حكيت لك عنه. اهلا وسهلا يا عم صبري. اهلا وسهلا. هيثم ابني وتخرج من الجامعه كليه التجاره وشغال معايا هنا. ازيك يا هيثم ابني؟ اهلا بيك يا عم صبري. بقول لك يا هيثم، معاك مفتاح الاوضه بتاعت السطح؟ اه يابا ليه؟ اديه لعمك صبري هيقعد معانا يومين ثلاثه. بس كده؟ ده من عناية. اتفضل. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يسترك يا هيثم ويحنن عليك.